السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالصرف والتحويل، اسم الفاعل الحصة الثانية، مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، الصفحة 175. إذا سنبدأ بأول نشاط، أتذكر قاعدة صياغة اسم الفاعل. إذا لصياغة اسم الفاعل، إذا أولا من الفعل الثلاثي، إذا صياغة اسم الفاعل، إذا صياغة اسم الفاعل، إذا من الفعل الثلاثي، إذا الفعل الثلاثي، إذا على وزن، إذا يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، إذا على وزن فاعل، إذا يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. إذا مثال: كتب، كتب، إذا كاتب، كتب، كاتب، كتب، كاتب. إذا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل، كتب، كاتب. إذا الآن من الفعل غير الثلاثي، الفعل غير الثلاثي، إذا يصاغ على وزن المضارع، إذا نحدد المضارع، مضارع الفعل، إذا مضارع الفعل، ثم نبدل حرف المضارعة، يعني الياء، حرف المضارعة ميما مضمومة، ونكسر ما قبل الآخر، إذا ميما مضمومة ونكسر ما قبل آخره، ما قبل آخره. إذا المثال، إذا تألق، إذا المثال مثلا تألق، تألق، إذا فعل غير ثلاثي، إذا في المضارع سنقول يتألق، يتألق، يتألق. إذا سنبدل حرف المضارع ميما مضمومة، إذا الياء ستصبح متألق، إذا متألق، متألق، ونحصل على اسم الفاعل متألق. إذا تألق، يتألق، متألق. إذا هكذا تتم صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي. نمر الآن إلى الأسئلة. إذا السؤال الأول: أملأ الجدول بما يناسب. إذا لدينا الفعل وسنحدد اسم الفاعل. سبق، إذا فعل ثلاثي على وزن فاعل، إذا سابق، سابق. قاعد من فعل قعد، قعد. تألم، إذا متألم، إذا في المضارع سنقول يتألم، سنبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر ونحصل على متألم، متألم، متألم. منطلق، إذا من فعل انطلق، إذا من فعل انطلق، انطلق، انطلق. طار، إذا فعل ثلاثي على وزن فاعل، إذا طائر، طائر، طار، طائر. نمر الآن إلى السؤال الموالي. أحول كل كلمة من الكلمات الآتية إلى اسم الفاعل وأركبها في جملة مفيدة. إذا أبحر، إذا فعل غير ثلاثي، إذا على وزن مضارعه سنقول مبحر، مبحر، مبحر. إذا سنركب هذه الكلمة في جملة مفيدة. إذا يمكن أن نقول، إذا سأقترح عليكم الجملة التالية: المهاجر، المهاجر مبحر، مبحر في ذكرياته،
في ذكرياته، في ذكرياته بوطنه، بوطنه، يعني أنه يشتاق إلى الوطن. بالنسبة للكلمة أو الفعل الموالي حلق، إذا حلق كذلك فعل غير ثلاثي، إذا على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع ميما مضموم وكسر ما قبل الآخر، إذا محلق، محلق، محلق. إذا يمكن أن نقول كذلك يبدو، يبدو الطائر محلقا، محلقا في السماء، يبدو الطائر محلقا في السماء، محلقا في السماء. بالنسبة للجملة أو الكلمة الموالية، إذا الفعل عام، إذا فعل ثلاثي، إذا على وزن عائم، عائم أو عائمة، إذا للمؤنث عائمة، محلق أو محلقة، مبحر أو مبحرة، إذا عائم، إذا سنوظف عائم، إذا في جملة مفيدة. سأقترح عليكم الجملة التالية، إذا مثلا يستخدم، يستخدم، يستخدم السباح، يستخدم السباح ماذا؟ المنصة العائمة، المنصة العائمة قرب الشاطئ، المنصة العائمة قرب الشاطئ، قرب الشاطئ، قرب الشاطئ، قرب الشاطئ. إذا هذه هي الجمل، إذا سأعيد قراءة الجمل. إذا مبحر، المهاجر مبحر في ذكرياته بوطنه، محلق يبدو الطائر، إذا يبدو الطائر محلقا، إذا ليس الطائر، إذا يبدو الطائر محلقا في السماء، يستخدم السباح المنصة العائمة قرب الشاطئ، قرب الشاطئ. إذا أصدقائي نهاية هذه الحصة، موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع درس التراكيب. إذا دائما الحصة الثانية حصة التثبيت والتطبيق، إذا النعت الحقيقي، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.